أستاذ محمد شرقي، فيما يتعلق بالمشروع الذي يتطلع له الكثير من الأفارقة، مشروع أنبوب غاز نيجيريا للمغرب، كيف سيتم التغلب على مشكلة التمويل؟ نعرف أنه منذ شهر تقريبا جرى توقيع الاتفاقيات والعقود، ولكن ماذا فيما بعد؟ من سيمول هذا المشروع الضخم؟ أعتقد أن صيغة يعني التنمية بشكل عام تتم بطريقتين، طريقة القروض وهي الطريقة الكلاسيكية، ولم يعني تظهر بالنسبة للقارة الإفريقية أن هذه الصيغة صيغة ناجعة، لأنه اليوم إفريقيا عندها 70% من المديونية ديالها، وهي أحيانا عاجزة على تسديد ديونها دون أن تحقق التنمية. كاين صيغة أخرى اقترحتها الصين، وهي أنه تتم بناء تسمى بيلت اوبريت ان ترانسفير، تتبني واحد الميناء وتستغل لمده 50 سنه او اكثر او اقل وتتخلى عليه. هناك الفكره المغرب اللي هي ربما فكره يعني ديال العصر، واولا ما تكونش قروض اللي غادي تكون يعني تعطل التنميه من حيث انها غادي تضغط على الميزانيه العامه للدوله، يعني غادي نخليو الميزانيه العامه للدوله ما تضررش، غادي نبحثوا على شركاء، وبالتالي غادي نكونوا ما يسمى واحد الكونسورتيوم. هذا الكونسورتيوم تيكونوا فيه الفاعلين المختلفين، وهذه الفاعلين المختلفين تيكونوا فيه مؤسسات ماليه دوليه، تيكونوا فيه شركاء يعني ديال شركات عملاقه مثلا في قطاع الطاقه مثلا هنا، يكونوا صناديق سياديه، تكونوا مستثمرين قطاع خاص، تكون حتى يعني بورصات. هذا يعني الكونسورتيوم يسيره يعني الهيئه العليا اللي هي اليوم هي صندوق الاستثماري السيادي المغربي، اللي هو إثمار استثمار كابيتال، عفوا إثمار كابيتال، اللي هو صندوق السيادي المغربي، والصندوق النيجيري نيجيريان اوتوريتي انفستمنت او شي حاجه هكذا، اللي هي الهيئه العليا للاستثمار الوطنيه للاستثمار. يعني هادو جوج هما مؤسستين سياديتين في بلدين اتفقا امام جلاله الملك والرئيس يعني النيجيري بوهاري على انجاز هذا المشروع، فبالتالي يعني اللي غادي يشرف على المشروع هما هذان صندوقين، صندوقين هما يعني نقولوا هما المنفذ يعني المرجعي. غادي يبقاو شركاء الاخرين على مستويات عده، يعني المستويات التقنيه، المستويات الماليه، المستويات يعني الخبرات الى اخره. غادي يبقى ايضا الجانب السيادي اللي هو تدخل في هذه الدول اللي هي غيمر منها الانبوب، وهنا هو التمييز ديال المغرب، هو انه هذا الانبوب هو ماشي انبوب تجاري بالمفهوم يعني انه بزنس، لا، هذا انبوب تنموي بمعنى اخر، انه سيمر على هذوك 13 دوله او على الاقل غادي يوصلها يعني الطاقه، وبالتالي غادي تخلق واحد السوق ديال 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 الكهرباء اللي غادي يجيب ايضا مستثمرين وفاعلين اخرين في قطاعات اخرى اللي هي قطاعات الكهرباء بكل ما فيها الكهرباء والامدادات وصناعات الاجهزه والعدادات. فبالتالي هذا 25 مليار اللي نقدروا نتكلموا عليها يعني تقديريه، 25 مليار دولار في هذه الحاله لا يبدو يعني مبلغ كبير، لان الفوائد ديالو غادي تكون فوائد على جميع لا سوغ ريجيون ديال افريقيا الغربيه كلها، وغادي تكون عنده فوائد يعني مباشره على 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 السكان المحليين اللي غيمر منهم الانبوب ولو قريب لهم على البحر، ولكن غادي يكون عنده ارض لانه غادي يوصل طاقه، ثم غادي يكون عنده وصول الى اوروبا، وبالتالي غادي يكون يعني واحد الشراكه بين الاتحاد الاوروبي وبين الاتحاد الافريقي، يعني بين قارتين افريقيا واوروبا. والشيء المهم انه عنده امتداد الى الاجيال المقبله التصور، دون طبعا ان يشكل اي كلفه، يعني زيرو كلفه على المواطن، يعني هذا هو يعني العبقريه اللي يعني يدعو اليها جلاله الملك ديال تنميه افريقيا، تنميه افريقيا دون افقار يعني السكان من خلال ضرائب او من خلال تحملات اضافيه، لان التجربه اللي كانت
اللي قامت بها اوروبا للاسف داخل افريقيا كانت بهذا النوع، يعني تعطي واحد القرض لواحد المشروع والمشروع تيفشل وما تيستافد منه حتى شي واحد، وتتبقى الميزانيات ديال ديك الدوله تتخلص ديك القروض، وهذيك القروض تتحيد من التنميه ديال المدارس وديال الشغل وديال الطرق، وهنا تتخلق يعني فقر اخر. فبالتالي اليوم التصور اعتقد ديال المغرب، ولذلك دول الخليج اللي هبت الى هذه الفكره، والدول الافريقيه حتى اللي ربما ما كانش تتفق معنا سياسيا ولكن الان متفق معنا في هذه الصيغه، هذه الصيغه ديال تنميه افريقيا بشكل سريع، لان الا مشينا بافريقيا ديال 2-3% ديال النمو راه خصنا 100 عام باش نكونوا واقعيين. يعني افريقيا راه خصها نمو ديال 12% بحال اللي وقع للصين، بحال اللي وقع لجنوب شرق اسيا، يعني ديك النهضه بحال اللي وقع لاوروبا. الى اوروبا تنتكلموا على لو بلو مارشال، انا غدا تعتقد الجيل المقبل غادي يتكلم على لو بلو محمد السيس بالنسبه لافريك، يعني سي بو كوم سا، لان لا كونسيبسيون ولا كونسيبسيون شنو هي؟ هي انه تجيب شركاء كثار لافريقيا دون ان تكلف كما قلنا يعني المواطن الافريقي تحملات ماليه، ولكن تخلق للمواطن الافريقي فرص ديال الازدهار. واعتقد ان هذا حتى يعني ذاك ما يسمى يعني الان لا هويه في افريك اللي هي كاينه تلاحظوها في الدول العالميه، الان غادي تشعر القاره الافريقيه، لان اولا يجب ان تعتمد على ابنائها على مواردها وعلى طاقتها، وبالتالي الاخرون غندخلوا معهم في بعض الناس بعض الشراكات ممكن، وبعض الشراكات يقولوا لهم لا سمحوا لي هنا يعني هذا النموذج اللي قدمته لنا يعني فشل هذه 30 عام وما يمكنناش نعاودوا نموذج من هذا القبيل، فبالتالي اليوم نحن امام تصور جديد لافريقيا جديده لنهضه شامله للقاره.